الشاب يحتاج إلى عمل، من يعطيه العمل؟ إذا الشاب عاطل عن العمل، الآن الشباب كثير منهم بالألوف بمئات الألوف انخرطوا في خط الانحراف، الفساد الأخلاقي، المخدرات، من العوامل المهمة البطالة، ما عنده شغل. الشاب اللي ما عنده شغل ماذا يفعل من الصباح إلى الليل؟ هذا التحدي. إحنا إذا ما استجبنا لهذا التحدي، يعني الشاب ما أعطينا عمل، لا نتمكن أن نحفظه في خط الهداية. فالشاب يحتاج إلى ثقافة، الشاب يحتاج إلى فيلم، الشاب يحتاج إلى عمل، الشاب يحتاج إلى زواج. إذا ما زوجت الشاب هذا في خطر. من تزوج فقد أحرز نصف دينه أو ثلث دينه أو ثلثي دينه، ضمان ما. الشاب يحتاج إلى مال، الشاب يحتاج إلى دكان، الشاب يحتاج إلى نادي رياضي، ويحتاج ألف احتياج. إذا المتدينين ما وفروا هذه الأشياء للمجتمع، المجتمع في خطر. والذي عمق من تعقيد هذه القضية التداخل مع حضارة الغرب. احنا في يوم من الأيام كنا منعزلين عن الحضارة الغربية، كان هنالك سور بيننا وبينهم، الآن متداخلين. الحضارة الغربية الآن دخلت في كل غرفة غرفة من غرف بيوتنا، تداخل. الشاب يحتاج إلى مجلة، يحتاج إلى جريدة، يحتاج إلى راديو، يحتاج إلى تلفزيون، يحتاج إلى قناة فضائية. الغرب شيء ينعم، شيء على المستوى الفكري قضية التنظير. الغرب عنده تنظير اجتماعي، عنده تنظير نفسي، عنده تنظير اقتصادي، عنده تنظير سياسي، بس ولو كان خاطئ في كثير من أبعاده، في كل هذه الأبعاد الغرب عنده تنظير، يعني نظرية جاهزة مقولبة. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، المستوى العملي، سياسة الاستيعاب للمجتمع. الغرب أعطى لشبابنا راديو، تلفزيون، مجلات، جرائد، نوادي رياضية إلى آخره. فهذا التحدي، التحدي العملي جدا أكبر من العهود المتقدمة.